مساء الخير، كلكت تاني مرة. الفيديو ده معمول عشان الطلبة اللي بتسأل على موضوع الخبرة بتاع شهادة السي ام اي. يا جماعة، احنا عشان نحصل على شهادة السي ام اي واقدر اكتب جنب اسمي سي ام اي سيرتيفايد مانجمنت اكاونتنت، لازم يبقى عندي اول حاجة باص للتو اكزامز، بارت 1 وبارت 2 ان اني اوردر. اخد بارت 2 الاول، اخد بارت 1 الاول، ما تفرقش. تاني حاجة هعمل تشيك على الكود اوف ايثكس، ان انا اقول ان انا بلتزم باخلاقيات المهنة لحاملي سي ام اي. تالت حاجة ان انا يبقى خريج جامعة من الجامعات المعترف بها من قبل الجمعية الامريكية للمحاسبين الاداريين اللي هي الاي ام اي، وكل الجامعات المصرية خلاص معترف بها. رابع حاجة ان انا يبقى معايا خبرة سنتين 24 شهر في المجال. في المجال يعني ايه؟ يعني في اي مجال مرتبط بالسي ام اي. حلو. طيب الطلبه هياخدوها ازاي وهم معهمش خبره؟ الطلبه هيدخلوا الامتحان ويخلصوا الامتحانات بتاعتهم ويخلصوا الاثكس ويخلصوا الجامعه، وبعد ما ينجحوا في الامتحان بيتحسب لهم 7 سنين سماح، بيدوهم مهله كده 7 سنين يجمعوا خلالها ال 24 شهر الخبره. وبالتالي حضرتك لو طالب في اولى كليه ممكن تاخد السي ام اي، ويبقى بعد ما تنجح معاك 7 سنين من تاريخ نجاحك. 7 سنين يعني ايه حضرتك؟ يعني اولى كليه وثانيه كليه وثالثه كليه ورابعه كليه، ادي 4 سنين راحوا، وتخرج من الكليه معاك 3 سنين كمان تكون اشتغلت خلالهم 24 شهر. فما بالك لو حضرتك خريج، هتقدر تمتحن بارت 1 وبارت 2، لما تنجح هيحسب لك 7 سنين تجمع فيهم الخبره بتاعت السنتين الخبره. ايه المعضله اللي في القصه دي؟ يبقى وانت طالب ينفع تمتحن السي ام اي وتاخد السي ام اي، بس اهم حاجه ان سنوات الخبره يبقى تاريخها بعد تاريخ شهاده الكليه، بعد تاريخ التخرج. يعني ما ينفعش تقول لي انا كنت شغال وانا في الكليه فده يتحسب خبره. لا، ده مش هيتحسب خبره لحضرتك. الخبره تتحسب من بعد تاريخ الكليه، ان البروفيشنال او البراكتيكال بتبقى بعد الكليه. طول ما انت في الكليه دي اسمها انترنشيب، يعني تدريب. يا ريت الكلام ده يبقى وصل أرجوكوا، يعني الكلام سهل وواضح وصريح. وبعدين حتى لو حضرتك في حاجة زي كده مش قادر تفهمها أو مش مصدقها أو مش مستوعبها، ادخل على الـ IMA.net.org اقراها، اقرا شوف الشروط إيه وافهم الشروط. ما تخليش حد يضحك عليك، ما تخليش حد يقول لك أنت عشان طالب ما ينفعش تاخدها، ده أنت لازم يبقى عندك خبرة. الكلام ده يا جماعة ناس أصلا لا هي قارية ولا عارفة ولا بيبقى معاها سي إم إيه أصلا عشان يتكلم، فالناس دي بتتكلم ليه؟ يا رب يا رب كلكم تاخدوا سي ام اي، ورب يوفقكم كلكم. طلبتي حبايبي، باي باي، كل سنه وانتم طيبين.